طيب احنا دلوقتي بنتكلم في الجزء الثاني من البرزنتيشن بتاعه الايمرجنسي ابروتش. كنا وقفنا على المانجمنت سايكل. المانجمنت سايكل ان انا ببتدي الاول ان انا باساس البيشنت، بعد كده ببتدي اعمل انترفنشن، والانترفنشن زي ما قلنا ممكن تكون سبورتيف مانجمنت للفيلينج سيستم او سيستمز او اللي فيها امبندنج فيلير، وممكن تبقى سبيسيفيك تريتمنت للاندرلاين كوز. وزي ما قلنا في الايمرجنسي انا السبورتيف تريتمنت هي اللي في الاول، الا لو السبيسيفيك مانجمنت انا محتاجه في السبورت، زي ما قلنا مثلا واحد عنده تنشن يوموثوركس هنحتاج نعمل له درينج. طيب عملت انترفنشن، عملت سبورت، اديت تريتمنت، اديت فوليوم اكسبانشن لعيان شوكت، اديت اكسجين لعيان هايبوكسيك، واتيفر، بعد كده بمونيتور او اثناء كده بمونيتور وبعمل ري اسسمنت لعياني، اشوف ايه الريسبونس للحاجه اللي عملتها، اند ذن بكونتينيو وموديفاي وذرو انترفنشن. يعني ايه الكلام ده؟ يعني سي البيشنت كان هايبوكسيك، حطيته على اكسجين وبعدين بمونيتور الاكسجين ساتوريشن لقيتها اتحسنت، يبقى العيان ده ايه؟ هنفضل على اكسجين. طيب ممكن الاقي ان انا بعد ما اديت البيشنت اكسجين ده مش كافي، والاكسجين ساتوريشن ما وصلش للي انا عايزه، فيبقى العيان ده محتاج ان انا اديله مور اكسجين او افكر احطه على ميكانيكال فنتيليشن. يبقى انا ممكن اموديفاي الانترفنشن اللي انا بعمله. ممكن البيشنت على اكسجين ومش هايبوكسيك، انما ابتدى يدخل في هارت فيلير، يبقى انا محتاج اعمل انذر انترفنشن للهارت فيلير. يبقى انا وانا بمونيتور وبري اساس ممكن احتاج اموديفاي الانترفنشن، سواء بعلي الحاجه اللي انا بعملها او بغيرها بحاجه تانية لو البيشنت محتاج حاجه تانية بسبب انه ظهر عليه حاجه او حصل له كومبليكيشن او عنده مشكله تانية في سيستم اخر. withdraw intervention لنفرض ان العيان ابتدى يتحسن وابتدى الاندرلاين ديزيز يبقى improving، اقدر ساعتها ان انا ابتدي او withdraw intervention استعدادا لان العيان خلاص ما بقاش critical وابتديت اقلل السبورت اللي هو محتاجه. يبقى هي السايكل كده، طبقها على العيان او طبقها على اي سيستم بتتعامل معاه: assessment, intervention, monitoring and reassessment, continue, modify or withdraw intervention اللي بتعمله. usually الاسسمنت والمونيتورنج والري اسسمنت بيتعملوا بنفس التولز. يعني فور اكزامبل عيان شوكت، انت بتاسس الكارديوفاسكولار كونديشن تو دايجنوز شوك عن طريق انك بتشوف التيشو بيرفيوجن والبلاد بريشر والهارت ريت واليورين اوتبوت، شويه حاجات كده. نفس الحاجات دي هي اللي انت بتستخدمها انك تشوف البيشنت بعد ما انت اديت له فوليوم الشوك اتحسنت ولا لا. فيوجوالي التولز ار ذا سيم. اللي هم ايه؟ اللي هم كلينيكال اكزامينيشن. كلينيكال حضرتك مهم جدا، بتبص على العيان بتشوف عنده ريسبيراتوري ديستريس ولا لا، بتشوفه شوكت ولا لا، بتشوف الليفل اوف كونشسنس ايه، بتشوف دي هايدريتد ولا اوفرلودد. كل ده وان كلينيكال اسسمنت. البيد سايد مونيتورنج، وده يشمل كل اللي حاطينه واشياء اخرى. احنا عندنا تولز الحمد لله بتساعدنا كلها بيد سايد تولز. عندنا الاي سي جي مونيتور، تمام، حط العين على مونيتور والمونيتور الاي سي جي والهارت ريت والريسبيراتوري ريت، ويديني الارم لو عند دخل في ابنيا. البلس اوكسيمتري اللي هو المشبك اللي بنحطه على العيان ونشوف الاكسجين ساتوريشن اخباره ايه. النان انفيزيف بلاد بريشر، الكابنول انتايدال سي او 2. يعني طبعا اول اربعه دول روتين وفيري كومن وبنحتاجهم في اي عيان كريتيكال، اللي هم الكارديو ريسبيراتوري مونيتورنج، اي سي جي وريسبيريشن، هارت ريت وريسبيراتوري ريت، البلس اوكسيمتري عشان امونيتور الاكسجينيشن، والنان انفيزيف بلاد بريشر. دول البيزك او الروتين مونيتورنج بتاعنا. في بيد سايد مونيتورنج بحاجات تانية مش بحتاجها لكل عيان، زي الكابنوجرافي اللي هي الانتايدال سي او 2، الانفيزيف بلاد بريشر لو العيان مثلا بوست اوبراتيف كاردياك سيرجري او حاجه، السي في بي مونيتورنج في العيان لو العيان مركب سنترال لاين، وبنقيس السي في بي سواء كونتينيوس على مونيتور او بنقيسه احنا مانيوال كل ساعتين او كل ساعه او كل ست ساعات حسب حاله العيان. التمبرتشر مونيتورنج، في مونيتورز لها تمبرتشر بروبز بنحطها على العيان، ودي مهمه جدا في النيونيتس وفي البري تيرمز، ومهمه جدا في اي عيان ممكن يكون عنده هايبوثيرميا، ومهم جدا في اي ممكن اي عيان ممكن يكون عنده لو كاردياك اوتبوت، لان بنستخدمها في الاسسمنت اوف بيرفيوجن زي ما هتشوفوا في محاضره الكارديوفاسكولار سبورت. الاي اي جي مونيتورنج والمونيتورنج اوف يورين اوتبوت لو عيان مركب درين بمونيتور الدرين دي جايبه ايه الى اخره، دي كلها بيد سايد مونيتورنج تولز بتستخدم في الاسسمنت والري اسسمنت والمونيتورنج. في حاجه جديده، مش جديده قوي بس هي جديده على بعضنا، اسمها بيد سايد تيست او بوينت اوف كير تيست. البوينت اوف كير تيست دي
عباره عن في الاصل حاجات كانت انفستيجيشنز، انما احنا ما بقيناش نعملها في المعمل ولا في قسم الاشعه، بقينا بنعملها جنب العيان ويطلع لنا النتائج على طول. افتكروا شرايط السكر مثلا، تمام، الكابيلاري بلاد جلوكوز، افتكروا البلاد جازز، احنا البلاد جازز ما بنبعتهاش المعمل، احنا معظم وحداتنا اوريدي فيها جهاز بلاد جازز جوه الوحده، حضرتك بتسحب العينه بتديها للتكنيشن او التمريض اللي معاك بيحقنها هو في الجهاز ويطلع لك ورقه كده فيها نتائج البلاد جازز وانت واقف على العيان. الاكتيفيتد كلوتينج تايم اللي اشتغل بوست كاردياك سيرجري عارفه كويس، اللي هو بنظبط بيه الهيبرين للعيانين اللي على كارديو بالموناري باي باس او ممكن على اي هيبرين انفيوجن. اليورين ديب ستيكس بتشوف العيان عنده اسيتون عنده بروتينوريا عنده واتيفر. في لاب بانلز كامله بوينت اوف كير، جهاز كده هاند هيلد بتاخد عينه من العيان وبتحقنها في الجهاز يطلع لك كواجوليشن بروفايل يطلع لك كدني، غاليه طبعا انما موجوده وميزتها انها سريعه. طبعا الاكس راي البيت سايد اكس راي دلوقتي كل الرعايات فيها بيت سايد اكس راي، البيت سايد الترا ساوند او البوينت اوف كير الترا ساوند، وده فيلد يعني بيعلى قوي دلوقتي في الانتنسيف كير، انك ممكن بالسونار بتعمل انت مش بتدور على الايكو كارديوجرافي اللي بيعملوه اساتذه الكارديولوجي، لكن انت بتدور الكونتراكتيليتي كويسه ولا لا، العين تامبونادنج ولا لا، العيان اوفرلودد ولا مش اوفرلودد، تشست الترا ساوند في كلام كتير قوي عليه بالذات احنا برضو بنتكلم في ظروف الكوفيد 19 ونقل العيان للسي تي كل يوم، انما ده لسه البروتوكولات بتاعته يعني اندر ستادي. فالبيت سايد الترا ساوند مهم جدا جدا جدا، سواء الكاردياك سواء التشست سواء الفاسكولر، وده موضوع كامل ممكن نتكلم فيه. في ناس دلوقتي بتتكلم على بورتابل سي تي، ده لسه طبعا اجهزه موجوده في بعض اماكن قليله قوي بيجربوها لسه ما جاتش مصر، ان في سي تي بورتابل ممكن تحركه وتحطه على العيان وهو نايم على سريره في الرعايه زي البورتابل اكس راي. فالبوينت اوف كير تيستس دي عباره عن حاجات هي انفستيجيشنز لكن بنعملها على العيان وهو في مكانه بنطلع نتيجتها احنا بدون الاستعانه باقسام الانفستيجيشنز المعتاده، ودي بتسرع المانجمنت سايكل كتير. لكن يمكن عبء في الريجستريشن، يعني نتيجة التحليل ده مش هتتسجل على سيستم المعمل ومش هتجيلك مطبوعة في المعمل، فانت عليك دور انك تدوكيومنت ده في البيشنت ريكورد. طبعا في الانفستيجيشنز المعتادة كويس، سواء كانت لابوراتوري انفستيجيشنز او راديولوجيكال او اندوسكوبي او اي جي الكتروفيسيولوجي اي جي واي جي، اي انفستيجيشنز ممكن العين يبقى محتاجها. يبقى ازاي بنأسس، ازاي بنمونيتور، ازاي بنري اسس، كلينيكال bedside monitoring point of care tests و investigations على حسب السيستم اللي موجود. طيب الانترفنشن اللي هو السيستم سبورت، يبقى بعد ما عملنا assessment هنعمل intervention، تمام، اللي هي السيستم سبورت زي ما قلنا ندي oxygen ندي ventilation نعالج شوك وهكذا. مهم قوي 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 consider التريند والليفل اوف سبورت، يعني حضرتك العيان جاي لك الاكسجين ساتوريشن بتاعه 92، ده حلو ولا وحش؟ طب قول لي هي كانت كام من نص ساعه؟ هي كانت 90 وبقت 92 ولا كانت 98 وبقت 92؟ تفرق. طيب الليفل اوف سبورت هي 92 على روم اير ولا 92 على اكسجين ولا 92 على هاي فلو اكسجين ولا 92 على ميكانيكال فنتيليشن باف اي او 2 اللي هو يعني اكسجين بيرسنت كام؟ فانت ما ينفعش تاخد رقم كده وتقول لي العيان ضغطه 170 حلو ولا وحش، العيان لازم تقول لي الترند العيان ماشي ازاي، ولو انت بتدي له سبورت ايه الريسبونس وايه الليفل اوف سبورت اللي محقق هذا الكلام. لما تقول لي العيان ضغطه نورمال والكابيلاري ريفيل تايم بتاعه 2 سكندز، ده نورمال زي ما هنعرف في الشوك كويس كده، بس هو على ادرينالين بدوز عاليه ونور ادرينالين بدوز عاليه، حلو ولا وحش؟ غير ما تقول لي نفس الداتا العيان ايه مش على سبورت. فافتكر الترند وافتكر الليفل اوف سبورت وافتكر ان العيان بيتغير، العيان مش ثابت، مشكله الاي سي يو مشكله الايمرجنسي ان العيان ممكن يبقى دلوقتي حاجه وبعد ربع ساعه حاجه تانية، فبالتالي حضرتك لازم تبقى ايه، تبقى مونيتورنج العيان دايما لانه العيانين بيتغيروا. وعلى سيره التايمينج لازم تعمل الحاجه في الوقت المظبوط اللي العيان يستفيد منها، ولو قررت ما تعملش حاجه في سيستم ما، يعني احنا زي ما قلنا ايه، في عندنا برايمري سيرفي ريساسيتيشن سكندري سيرفي، طيب كارديوفاسكولار العيان كارديوفاسكولار حلو وستيبل وما عندوش سيركيولاتوري فيلير ولا هارت فيلير ولا هايبرتنسيف ايمرجنسي ولا اي مشكله كارديوفاسكولار، يبقى مش هنعمل له حاجه، مش هنعمل له حاجه، ده قرار
وده بلان وده له تبعات وده لازم تبقى عارف هذا الكلام. طيب فولو ترندز زي ما قلنا نوت جاست سناب شوتس. ما تجيش تقول لي العيان السي او 2 بتاع 40 طب هو بيعلى ولا بيوطى، طب هو 40 على ايه زي ما احنا اتفقنا. اعمل الحاجه لما يكون العيان هيستفيد منها، عشان احنا في عندنا عاده مهببه. ايه العاده المهببه دي؟ اننا نعمل الحاجه بعد ما يبقى العيان هوبلس. قالوا لنا ان في حاجه اسمها هاي فريكوانسي فنتيليشن، جميل، وان الهاي فريكوانسي فنتيليشن ده بنستخدمه في بعض حالات العيانين اللي هم على كونفنشنال فنتيليشن مش ماشيين كويس. حلو، هل هذا معناه ان لما العيان يوصل لمرحله انه خلاص هيارست بعد ربع ساعه يلا نحطه على هاي فريكوانسي فنتيليشن؟ انا مره حد من النواب عندنا جه يقول لي على فكره الانوتروبس دي ادويه سيئه. قلت له ليه بتقول عليها ادويه سيئه؟ قال لي عشان اللي بياخدوها غالبا بيموتوا. قلت له طب انا هسالك سؤال، انت مين العيال اللي بتدي له انوتروبس؟ قال لي العيال لما يارست ويرجع بدي له انوتروبس. طب ما هو الانوتروبس اللي سيئه ولا انت اديته العيانين سيئين ولا هو ايه القصه بالظبط؟ تمام، في نوع من الغسيل من الدايلسيس اسمه كونتينيوس رينال ريبليسمنت ثيرابي سي ار ار تي، نفس القصه. السي ار ار تي بينفع لبعض العيانين الانستيبل اللي ما ينفعش يغسله بالطريقه العاديه، لكن مش معناه انك انت تجيب لي عيان ضغط 40 على 20 وخلاص بيارست وتقول لي حطه على سي ار ار تي. لما تحط على هاي فريكوانسي عيانين عدوا مرحله الهاي فريكوانسي وخلاص بقوا هوبلس، غالبا هيحصل ايه؟ غالبا هيموتوا على هاي فريكوانسي. فانت هيبقى انطباعك ايه؟ ان الهاي فريكونسي ده ما بيخليش العيانين تعدي، فلما يجي لك عيان انديكيتد ولسه هوبفول هتبقى متردد انك تحطه، والانسان عدوه ما يجهله، مش هتاخد اكسبيرينس، وهكذا هتدخل في فيشس سيركل، فهتعمل ما احنا بنقول عليه تيرمينال ريسكيو انترفنشنز. كويس، سمعتوا عن الاكمو او الاكسترا كوربوريال ميمبرين اوكسجينيشن اللي هو بيتعمل للعيانين اللي على فنتليتور وفيلينج، او العيانين الريفراكتوري شوك اللي انت مش عارف تظبطهم بفارماكولوجيكال ثيرابي لازم تعملها، والعيان لسه عنده ريفرسبل كونديشن برضه. فكل تريتمنت لها ويندو اوف اوبورتيونيتي معين بتعملها لما تبقى انديكيتد، مش طالب منك انك تعملها فعن مش انديكيتد، لكن والعيان لسه هيستفيد منها. دخول الرعايه نفسه انترفنشن، ما ينفعش تدخل الرعايه بس للعيان لما قرست 10 مرات ومش راجع عدل ومتنيل بستين نيلة ويخرج من عندك سيريبرال بولسي، لا انت عايز تدخله في مرحلة قبل كده بشوية بحيث انه يقدر يستفيد من دخوله الرعاية. اظن الرسالة واضحة. في كونسبت برضو عندنا، حاول ما تلغيش العيان لو عرفت. يعني ايه؟ كان زمان عيان على فنتليتور لازم ياخد ديب سيديشن ولازم ياخد نيورو ماسكولر بلوكر يعمل له ماسل باراليسيس ونلغي العيان ونبتدي احنا نحط العيان على فنتليشن كويس كده عشان نتعامل احنا بسهوله، بس المشكله هتشيله ازاي؟ اذا اضطريت تعمل كده ساعتين ثلاثة أربعة لبعض الانديكيشن زي ما هتاخده في الفنتليشن، لازم يكون هدفك بعد كده انك تخلي العيان يبتدي يتنفس وتبتدي انت تساعده عشان انت تشتغل معاه مش تشتغل بداله as much as you can. Critical care is becoming less invasive. بقى عندنا دلوقتي حاجة اسمها non-invasive ventilation. لو العيان الايرواي كويس مش لازم تركب له تيوب، ممكن تركب له تايت فيس ماسك وتحطه على non-invasive ventilation ولها indications ولها precautions زي ما هنعرف. البلود جازز، احنا دلوقتي ما عادش كل ما تغير FiO2 لازم تسحب للعيان بلود جازز، ما عادش لازم كل شويه تشك العيان ارتيريال، عندنا بدائل، عندنا بالس اوكسيمتري وعندنا ترانسكوتينيوس اوكسجين مونيتورنج. استخدام الارتيريال سامبلز فور بلاد جازز قل كتير قوي 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 دلوقتي عن زمان، مهم وله دور، وفي عيانين بيحتاجوا فريكوينت ارتيريال سامبلز لازم نركب لهم ارتيريال لاين، لكن ما عادش زي زمان اما تغير الريت تسحب بلاد جازز ولما تعمل وتبص تلاقي العيان على الفنتليتور معمول له 7 8 بلاد جازز كل يوم، الكلام ده خلاص ما بيتعملش. الهيموداينامك مونيتورنج زي ما هتاخده في الشوك بقى في طرق كتير نان انفيزيف ان انا امونيتور العيان، موضوع ان انا اركب بالمونري ارتري كاثيتر ونقيس الكاردياك اوتبوت بالثيرمو دايليوشن ما عادش حد بيعمله كتير دلوقتي. يور ايم ماست تو بي انك تشيل العيان من السبورت اول ما تقدر، مش حطيته على الفنتليتور وانام عليه واستريح، تمام؟ ده مش حل. خد بالك الرعايه هي هاي ريسك انفايرمنت، انت جبت طفل او جبت بيشنت وحطيته في مكان غريب حواليه مونيتورز واجهزه واشخاص غريبه، فهوستايل انفايرمنت. اثنين انفكشنز، العيان داخل لك بوست اوبرتيف عشان عمل عمليه كاردياك سيرجري او نيورو سيرجري او اورجان ترانسبلانتيشن او وات ايفر، جبت له انت نمونيا، جبت له انت بلاد ستريم انفكشن من السنترال لاين، تمام؟ بيحصل.
ممكن ميديكال كومبليكيشنز كويس، وفي سيفتي هازاردز كتيره نون ميديكال، العيان اللي وقع من على السيرفو، والعيان اللي بنعمل له كمادات دافيه فكمادات كبد ميه مغليه، والعيان اللي ركب له كانولا طلعت ارتيريال واتحقن له فيها كالسيوم فحصل له اكسترافازيشن او حصل له اسكيميا، ففي سيفتي هازاردز كتير. فنحاول نخلي الدنيا مور تشايلد فريندلي. بره الالكتيف ادمشنز في بعض البلاد لما بيبقى طفل هيعمل عملية قلب مثلا وهيخرج على الاي سي يو، بيجيبوا له اللعبة اللي عنده في البيت اللي هو بينام جنبها وبيعقموها، بحيث ان هو لما يفوق من السيديشن يلاقيها جنبه يقوم يحس ان الدنيا ايه معقولة. involve the parents appropriately، طبعا مش بشكل يدخل infection. manage pain، manage pain، احنا بننسى الاطفال والنيونيتس والبريترمز بيحسوا بين، وit is possible to manage pain effectively. This is a patient right. rehabilitate العيان early زي ما قلنا في الأول. rehabilitation هي جزء مهم. وفي patient safety programs بتحاول إن أنت تقلل أو تمنع الhazards أو complications اللي العيان ممكن يتعرض لها during patient care. ولذلك حوار آخر. أي system بقى، circulatory، respiratory، metabolic، neurological، يبقى انت عايز تتكلم في ايه؟ في assessment، في supportive management، في specific treatment underlying disease مش بتاعنا، تمام؟ بس مهم نعمله للعيان، وبعدين reassessment و monitoring، وبعدين ايه؟ continue، modify or withdraw ايه اللي انت بتعمله. يبقى عايزين نتعلم في كل system الassessment ازاي والsupport ازاي. ده لب الكريتيكال كير، وده اللي هنكمل فيه الثلاث ايام الجايين. فالسيركيلاتوري كاكزامبل هتشوف السيركيلاتوري اسسمنت محتاج تاسس الحاجات دي، ومحتاج تسابورت بالطرق اللي هي موجوده قدامك. طبعا مش هعيد اللي هيتقال في المحاضرات الجايه، تمام؟ نفس الكلام بالنسبه للريسبيراتوري سابورت، تمام؟ نفس الكلام لو هنتكلم على الميتابوليك سابورت، كل حاجه من دول لا اسسمنت ولا سابورت. نيورولوجيكال الليفل اوف كونشسنس، كونفولجنز، انكريزد انتراكرينيال تنشن زي ما احنا عارفين، تمام. هيماتولوجيكال كل اللي قلناه، عيان عنده انيميا، لوكوبينيا، بليدنج، كواجولوباثي، ثرومبوسايتوبينيا، ثرومبوامبوليزم، ثرومبوفيليا، ثرومبوتيك مايكرو انجيوباثي، كل ده اسسمنت وسابورت. هنقول كلمتين على الانفكشن وكلمتين على نيوتريشن. زي ما قلنا مش سيستمز لكن بنحطهم معانا. الانفكشن لازم عندك بلان، تستخدم common sense، تستخدم cultures لما تدي antibiotics، تشيك الريسبونس بعد يومين تلاتة، اكيد مش اكتر من خمسة، العيان responding على antibiotics دي ولا لا clinically، وطلعت لك culture. الantibiotics مش بديل للinfection control، البكتيريا موجودة كونك مش شايفها لا يعني هذا انك تتعامل كأنها non-existing. خد بالك من infection control. central line مش محتاجه شيله. antibiotic خلاص العيان خف او طلع الاورجانيزم حاجة تانية وقفه، عيان مش كريتيكال خرجه، ما تعرضش الناس لانفكشن بدون لازمة. خد بالك المالنيوتريشن is a system failure، والفيدينج is a system support. الهدف انترال فيدينج، نيزوغاستريك تيوب لو العيان في اي سي يو ما بياخدش اورال، اول ما تستابلايز within 24 ساعة اكيد لو عرفت، تمام؟ لا على فنتيليتور ما ينفعش ياخد رايل فيدينج، ولا كوماتوز ما ينفعش ياخد رايل فيدينج، ولا العيان اللي على ستيبل انيوتروبيك سابورت. يعني ايه؟ يعني العيان على نور ادرينالين 200 نانو مش محتاج تزودها، والنور ادرينالين مظبطه، تمام؟ يبقى على نور ادرينالين ما ياخدش فيدنج مش صح. انما لو انت بتعلي الجرعه او العيان لسه شوكت ده عنده جي اي تي اسكيميا ما ينفعش. زود الفيدنج حسب التولرنس وقلل الانتربشنز اللي ملهاش لازمه. لو عايز تحسب فلويد بالانس خد بالك اللبن 85% منه ميه. لو العيان بياخد 100 سنتي لبن في الفلويد بالانس هتخصم 85 مش المية كلهم، لان اللبن فيه مية وبودرة، تمام؟ لو مش عارف تدي انترال ممكن تدي بارنترال، او تكمل بايه ببارنترال، او تدي بارنترال وتروفيك فيدينج. ما عادش انه العيان يا انترال يا بارنترال، هو ممكن قوي يبقى الاثنين. ريهابيليتيشن العنوان بس ما ننساهوش، تمام؟ والاوتكم بتاع العيان في النهاية نفسنا العيان يتحسن ويخف، لكن في unfavorable outcomes سواء العيان مات، العيان جاله morbidity او complication، او العيان طول كنت متوقع يقعد 4-5 ايام لا طول عندي. مش كلهم errors ومش كلهم avoidable، لكن مهم نفكر فيهم علشان نحسن نفسنا. في النهاية بقول لكم في الحياة زي في ICU الimprovement gradual، sudden events غالبا بتبقى حاجات مش حلوة محدش بتحسن فجأة. supportive care is very important and the good news is
you are still alive وشكرا.